من جديد أهلا بكم إلى كردستان سوريا، حيث اشتباكات في سريكانية بين فصائل المعارضة السورية وجبهة النصرة تسعى للسيطرة على عفرين. مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من هناك مراسلنا أختين أسعد يحدثنا أكثر عن الموضوع. نعم أختين، أهلا بك، تفضل لك الكلمة أختين. زملائي في استديوهات أربيل لزاغروس تي في، تحية طيبة لكم ولمشاهدي زاغروس تي في. الاشتباكات تدور في سريكانية المحتلة بين الفصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا، فصيل الحمزات من جهة وفصيل أحرار الشرقية من جهة. الخلاف الدائر هو على السيطرة على ممتلكات المهجرين من بلدات من هذه البلدات. قرية تل الدياب حصرا أو بالتحديد هي التي جرت فيها الاشتباكات بين الفصيلين. المعلومات الواردة من تلك المنطقة تشير إلى أن اثنين من عناصر الطرفين قتلوا وثلاثة أو أكثر قد جرحوا. أيضا في مناطق سيطرة المعارضة السورية الموالية لتركيا في عفرين بدأت جبهة تحرير الشام والتي كانت تسمى جبهة النصرة التحرك باتجاه مناطق الفصائل المعارضة أو مناطق الجيش الوطني كما يسمى في عفرين. الأنباء الواردة من تلك المنطقة تتحدث أن عملية استلام وتسليم تتم بين هذه الفصائل وأن الاشتباكات التي تدور هناك هي صورية. أيضا المراقبون ونشطاء من المنطقة هناك يتحدثون عن مخاوف ما تبقى من أهالي عفرين من سيطرة جبهة النصرة على المنطقة، وأيضا هناك حديث عن أن منطقة جنديرس والجهة جهة وعفرين من جهة جنديرس قد بدأت بالفعل قوات أو عناصر جبهة النصرة الإرهابية بالتواجد هناك والسيطرة عليها. هذا كله يجري في ضمن يعني مخطط غير منظم أو لا يتم الحديث عنه كثيرا، ولكن المخاوف ما تبقي وخاصة الكرد المدنيين الكرد من عفرين كبيرة في حال سيطرة جبهة النصرة على المنطقة. فالانتهاكات والسرقات التي كانت تحدث ستزيد أكثر، والمخاوف من أن تكون هناك عمليات أكبر من الانتهاكات تجري في هذه المناطق. هذا ما لدي اليوم من معلومات وأخبار جديدة، أكون معكم في نشرات قادمة. أسعد شكرا لك، كنت معنا مباشرة من كردستان سوريا.